قامت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة اليوم بتنظيم يعني ندوة صحفية ومؤتمر صحفي صغير حتى نتحدث على الطبعة الثالثة للصالون الدولي للتمور الذي سينعقد يعني في مدينة بسكرة من 2 إلى 5 ديسمبر من السنة هذه إن شاء الله. الطبعة الثالثة هذه للصالون الدولي هي يعني تفرض نفسها لماذا؟ لعدة أسباب، لأنه الهدف منه هو ترويج أكثر لمادة التمور ودراسة يعني إمكانية تسويقها يعني للأسواق الدولية. الكل يعرف أنه التمر يعتبر من أهم يعني من بين المنتوجات المصدرة، يعني لان دي برودوي فاغ دو ليكسبورتاسيون أو هيدروكاربور، وصل يعني حجم التصدير 32 مليون دولار. فالهدف تاعنا هو البحث دائما عن أسباب يعني الأسباب التي تجعل من ولوج أسواق خارجية بالنسبة للتمر نحوس ونبحث عليها، يعني ما هي الأسباب حتى نقوم يعني بتقديمها للمعنيين بالأمر ومحاولة تذليل هذه العقبات حتى نرقى بحجم صادرات التمور إلى درجة يعني أكثر. الجزائر actuellement l'Algérie est le quatrième producteur mondial de dattes avec un volume qui avoisine à peu près le million, يعني million tonnes. ولكن بالنسبة للتصدير تقريبا ما نصدروا إلا 3% من وهذا احنا قلنا لابد البحث في هذا يعني في هذا المجال.